أهلاً وسهلاً متابعينا في كل مكان. مباشرة إلى أولى فقرات هذا المساء، المجلس القومي لرعاية الموهوبين، معروف أن الموهبة على الشخص الموهوب الدولة يجب أن تكفله، يجب أن ترعاه، يجب أن يكون هناك شقوص أو مؤسسات ترعى هذه المواهب لتصدر وتكون في القائمة. نسعد جداً بخصوص هذا الموضوع أن نستضيف الأستاذة نجلاء تيجاني أمبكون، مديرة التدريب بالمجلس القومي لرعاية الموهوبين. مساء الخير عليكم، مرحبا بك. مساء النور عليكم، اهلا بكم، وانا سعيده اني اكون ضيفه على قناه النيل الازرق، وان شاء الله اكون ضيفه مفيده وخفيفه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نجلاء، سعداء جدا بوجودك معي اليوم في امسيه مساء جديد، دارين يعني فكره عن المجلس القومي لرعايه الموهوبين. طيب، في البدايه طبعا من البديهي والمعروف انه الان العالم يعني بقى بيستثمر في راس المال البشري. نعم. فالدول ما عادت بتعتمد على قوتها العسكرية ولا مواردها الطبيعية، إنما تستثمر بشكل أساسي في البشر. والمجلس القومي لرعاية الموهوبين هو مجلس حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم، بيعني باكتشاف ورعاية المواهب. وأصلا هي المواهب بترعى بطرق عدة، يعني من ضمن هذه الطرق هي طريقة إنه يجمع الطلاب الموهوبين في مدارس محددة، ونحن ده النهج المنتهج إنه في المجلس القومي لرعاية الموهوبين. طيب دكتورة نجلاء، يمكن يعني يخفى على الكثيرين إنه في مؤسسة حكومية ترعى المواهب، حتى في أطفال موهوبين، طلبة موهوبين، يمكن يعني ما عارفين الموضوع ده، ولا عارفين إنه في جهة معينة ترعى هذه البرامج. لو تعمقنا أكثر عايزين نعرف نوعية البرامج اللي بتقدموها، نوعية المواد اللي بياخذوها، المختلف شنو يعني؟ طيب، فعلا هو من المشاكل الرئيسية للمجلس القومي هو ضعف الإعلام. فمعظم الناس ما واصلوا فكرة إنه هو شنو المجلس وبقدم شنو. والمدارس ذاتها في فهم سائد إنها مدارس خاصة، ولكن هو مدرسة، هي مدارس حكومية تحت مظلة ولاية الخرطوم هنا في الولاية، وعندنا مدارس في الولايات في القضارف ونهر النيل والجزيرة. فهي مدارس حكومية، يحق لأي سوداني عنده إحساس إنه ولده موهوب، يعني حتى الأب لو بس شعر إنه ولده ده من خلال المراقبة إنه هو زول موهوب، فيحق له إنه يقدم للمدارس دي. والمدارس جوا المدارس هي بتقدم برامج نوعية بتختلف من التعليم العام، بإضافة للمناهج اللي هي بنسميها المناهج الإتقانية أو مناهج التعليم العام. نعم. طيب أستاذ نجلاء، يعني بفكرة بسيطة، بأنه أنتوا بتجمعوا عدد من الطلبة من السودان كله في مدارس خاصة، ولكن فيها حاجات معينة بالنسبة للموهوبين ديل، صح؟ طيب الطريقة كيف اللي بيتم اختيار الطلبة ديل؟ يعني بيخضعوا الامتحانات مثلا، التقديم بيتم كيف؟ المدرسة ممكن هي ذاتها ترشح الطلبة بتاعنا المتفوقين؟ يعني نخش في التفاصيل أكثر. أيوة. وأسي قبل ما أخش في التفاصيل، طيب. الآن في الترشيح هو للمدارس. نعم. شغال. أي زول من حقه يمشي يسحب استمارة من القطاعات أو من المدارس. نعم. أو من مدارس الموهبة والتميز. فالامتحان الأول حيكون إن شاء الله يوم 19 مارس، يوم السبت الجاي. وين في الامتحان؟ في المدارس، في كل محلية بيكون عندها مركز. مركز. انت بتمشي تسحب الاستمارة، مكتوب اسم المركز. المركز وين. لو فاتك لأي سبب من الأسباب، عندنا ثلاثة مدارس في ولاية الخرطوم، مدرسة في بحري في ضناقل الشمال، ومدرسة في الدين في الخرطوم، ومدرسة في مدرمان في حي العمدة. لو مشات يوم 19 ذاته ممكن تسحب استمارتك وولدك يخش. طيب الموهوب هو ذاته تعريفه شنو؟ يعني أي أب أو أم ممكن في البيت يلاحظ لأنه عنده طفل عنده مقدرات فائقة أقرانه في أي حاجة، في كل أي حاجة، في الكورة، في الرسم، في الحساب العقلي. أنت بتلاحظ أنه عندك طفل كده ما زي الناس الثانيين، ومن صفاته برضو مثابر. يعني احنا لو في طفلين بيحبوا في البيت ده، تحت لهم كورة دخلت جوا، في واحد بيسحب طوال يجي راجع، في واحد يمشي لاحقة لما نجيبه، يلا دي ملاحظة انه زول ده مختلف. فالأم والأب عندهم دور كبير جدا في اكتشاف انه أصلا هو الطفل موهوب، بعكس التحصيل الأكاديمي. يعني التحصيل ممكن يكون مدني أكاديميا بالمناسبة الموهوب، لظروف ما، يعني امتحان ما بكون بس أكاديمي، في حاجات تانية، في حاجات تانية، مهارات مثلا، ما شرط يكون تحصيل. ونحن آسف المدارس بقول لك انت الأولاد ليه ما بقفله، هي المشكلة، الموضوع ما موضوع انه تحصيل، تحصيل أكاديمي تقليدي. أيوة. فبالنسبة للتقديم هو الناس بيرشحوا في أي عام، أزول بيكون في الصف الثالث أساس، بيجي يستحب استمارة
لحد عمر كم؟ يلا هو في الصف الثالث مثلا نسي هذا العام بيقول يا نايم والدي يا ناير 2013. فهي في مقاييس ناس علم النفس بيعرفوها محددة يعني، لأنه اللي هي الخبرة المعرفية ما مفروض تكون في فوارق كبيرة بين الناس لما أنت تخضعهم لامتحان عشان يكون في عدالة. فأنت بتمشي تسحب الاستمارة وبعد ذلك بيخضعوا لامتحانات، امتحانات في الامتحان الأول ده استعداد ده جاست إنه زول بيعرفوه، زول بيعرف المهارات الأساسية في الرياضيات في العربي في كده. بعد ذلك الناس اللي بيجتازوا بيمشي الامتحان تاني عبارة عن امتحانات عالمية يعني منصوص عليها ومتفق عليها في العالم كله إنها بتقيس الذكاء مثلا في حاجات قدرات إبداعية مهارات وهكذا. اللي هي اللي بيجتازوا بعد ذلك فيها في انترفيو أو مقابلات شخصية بتقيس السمات الشخصية، وبعد اجتازوا زول الثلاث اختبارات دي إن شاء الله يكون شنو بعد ذلك بيكون يتأهل إنه يدخل مدارس الموهبة والتميز. طيب أستاذة نجلاء عندي سؤال، يعني هل مثلا إذا جينا سأل المدارس العادية الفصل مثلا بيستوعب كم الأساتذة ذاتهم اختيارهم بناء على شنو؟ بما إنهم هم بيدرسوا ليفل أعلى أو مستوى أعلى نقدر نقول من مستوى الطالب العادي، المعايير اللي بتختاروا بها الأساتذة الفصل ذاته بيشيل كم، الطريقة اللي ماشي بها المنهج كيف؟ طيب اصلا لما نجي يختاروا بيكون في 50 لكل مدرسه، 25 ولد 25 بنت، والسودان احتمال هو لسه في العالم العربي الدوله الوحيده اللي بتساوي بين الجنسين في الاختيار في الموهوبين. يعني نحن في دول كثيره سبقتنا، يعني في الاردن في العراق سبقونا، نحن هسه فايتينهم رغم اننا جينا بعدهم، لكن واحد بنبدا من مرحله بدري متاخر يعني في ثالث اساس، هم دائما بيبدوا من المتوسط. الحاجة الثانية عندنا المقاعد متساوية للبنين والبنات، بناخد 25 25 في كل محلية يعني في الناس بيشيلوا 150. طبعا هي ما بتغطي كل الموهوبين بالتأكيد في الولاية، لكن بس بيقول من لا يدرك كله لا يترك جله يعني. فنتمنى انه يكون يعني الدولة تهتم وتزيد عدد المدارس، لأنه فعليا بتطلع زول مختلف يعني، بتمرق من مشاكل التعليم اللي احنا بنتكلم عنها عن التلقين والحفظ فهي مدارس مختلفه يعني. في حاجات ومناهج والحاجه اللي بتقدمها. طيب استاذه نجلاء، اكثر حاجه الان بتواجه الاسر اللي هي التكلفه العاليه جدا بالنسبه للمدارس اذا كانت هي خاصه، انتوا بتوفروا يعني شنو بالنسبه لهم؟ يعني طيب انا والله ولدي موهوب وحاسب انه اذا لقى تدريب معين وطريقه معينه في المنهج حيمشي يبقى متفوق جدا، المصاريف عليكم كلها ولا هي زي وزي المدارس العاديه انا بدفع اول الامر بيدفع، ولا شو الحاجه المختلفه اللي بتخليني برضو انه انا اكون منتهي جدا في انه انا لازم اصل لكم مثلا؟ طبعا اول حاجه هو المدرسه طالما حكوميه طوال زول يعرف انها هي حاله من حال البلد. تمام كويس. لانه ما مدرسه ربحيه ولا عندنا مثلا استثمارات عشان احنا نستجلب مال يعني. نعم. فهي أسي أكتر مشكلة هي جوا المدارس، ما في مشكلة يعني ما في أصلاً طفل أو طالب بيقبل في المدارس بيرجع عشان المادة. في مساهمات من أولياء الأمور حسب يعني قدراته، لكن المشكلة الأساسية بتكون في الترحيل. يعني المدارس أسي ما عندها المال بترحيل به للطلاب، والترحيل غالي. أيوة. فعشان مع زيادة الوقود وكذا مشكلة. أسي المشكلة دائماً بس بنطرح الترحيل إنه مثلاً تكافلي، والميزة في المدارس طبعاً بيدخل الفقير والغني. يعني مثل المدارس الخاصة أصلاً أنت بتمشي تلقى الناس بمستويات محددة، يعني مشيت مدرسة الناشونال بتلقى الناس كلهم، لكن المدرسة دي ممكن في زول يكون حق الفطور ما عنده، لكن هو أعلى أي كيو في الامتحانات يعني مثلاً. صحيح بيقبل، لكن بعد ذلك بنجي نتعامل يعني مع الآباء بنتكلم في إنه الناس مفروض يكون في شغل تكافلي. في بعض المؤسسات من المؤسسية المجتمعية يعني بتدعمنا في بعض الأشياء وهكذا، فبالتالي احنا بنكون قادرين نقوم نمشي امورنا، لكن ما بالشكل الامثل يعني. ودي من التحديات الكبيره اللي بتواجه المجلس الان، وبفتكر انه هو كل ما الناس استثمروا في البشر وفي العقول بيكون العائد صحيح اكبر صحيح، وبيكون في حلول جذريه اكثر من انها اطفاء حرائق يعني بالنسبه للحاجات الثانيه. نعم استاذه نجلاء. طيب برضو خلينا نمسك الجانب بتاع الانشطه، معروف انه الاطفال الموهوبين بيصدروا للدوره المدرسيه، الاسابيع الثقافيه وما الى غيره، يعني دائما اي طفل موهوب بيسلط عليه الضوء عبر الانشطه المختلفه من دوره مدرسيه الى اسابيع ثقافيه والى غيره. بما انه اساسا هي مدرسه للموهوبين
فمعناته انه هم طوالي في حاله بتاعت انشطه، طوالي في حاله بتاعت انه انا كيف الفت النظر للموهوبين ده. طيب المدارس الركيزه الاساسيه بتاعتها هي تفجير قدرات الطلاب، ما حفظهم للمواد. عشان كده لما تخش المدرسه بتلقي في كم شارع ماشيين بنفس الوتيره، الشغل الاكاديمي باعتباره هو مهم للتحصيل، باعتبار الجامعات المهن مستقبل. يعني احنا اصلا كمستقبل كبلد ما وصلنا مرحله انه الانسان يعني يهمل الجانب الاكاديمي، لكن بتلقي في شغل بنشاط عالي جدا معتمد على مرتكزات. يعني مثلا احنا بندرس مهارات التفكير من رابع، مهارات التفكير الناقد، التفكير الابداعي، هو كويس. عندنا شغل بتاع روبوت الكترونيات من رابع، الحاسوب بندرسه بطريقه احترافيه من رابع بمعامل وهكذا. فالطالب لما نطلع بيكون مهارات الخطابه، فاي يعني مسابقه او منافسه يخشها الاطفال يعني في عمرهم، نحن تلقى المدارس هي متقدمه. وحتى تحدي القراءه مثلا العربي، بتلقي الخطابه، برلمان الطفل، بنشترك في المناظرات في قطر، ودائما بنحرز يعني مراكز صحيح. متقدمه. عندنا طلاب يعني بتاعت روبوت حتى كان نافسوا في نيويورك، احرزوا المستوى العاشر مثلا على مستوى العالم، وبامكانات بسيطه جدا جدا يعني، ودعم اولياء الامور والجهات اللي هي مؤمنه بالفكره. قبل في سؤال انا ما جاوبت عليه اللي هو عن المعلم. نحن المعلمين بنرشح يعني في الوزاره، بنستوعب معلمين بمواصفات محدده، وبعد ذلك بنرتكز على موضوع التدريب، بنحاول ندرب بقدر ما نستطيع عشان نوصل المعلم مستوى انه يذلل المعلومه للطالب. يعني مثلا واحد يقوم يقول لك حيجيب معلم يفوق الموهوب، لكن هو لانه اصلا التعليم هو ليس يعني ملء للوعاء، مش بيقول ايش على الجدوى، بس هو يقدر ايش على الجدوى فيه، وبعد ذاك مصادر التعلم بقت كثيره ومتاحه، ما محصوره على المدرسه وعلى التلقين وكذا يعني. نعم. طيب استاذ نيلا، في محور اخر، معناته المنهج هو المنهج، يعني المنهج في المدارس الحكوميه ونفس المنهج اللي عندكم، صح ولا انا؟ لا ما صح، بيختلف شويه. لا هو ما بيمتحنوا شهاده يعني، اي ما بيمج... ما ده سؤال كويس. ولا انتم بتركزوا بس المنهج واحد، بتركزوا بعد على المهارات اكثر؟ لا يلا احنا المنهج بتاع الوزاره بندرسه باعتباره حاجه اتقانيه. ما هنا ما ممكن اقوم اجيب لي زول اعزله من مجتمعه يعني السؤال. ايوه لكن الكتاب بتاعنا ذاته بيعد في المركز القومي للمناهج والبحوث، هو حق الموهوبين، مثراء يعني زايد بيقولوا، يعني إذا كان في عمقه، إذا في مواده الأساسية، نفس معلومات التعليم العام موجودة لكن في إضافات، وطريقة التدريس ذاته واستراتيجية التدريس بتختلف. السلم التعليمي نفسه بيمتحنوا شهادة، نفسه تامن بنمتحن شهادة، لكن شهادة خاصة بالموهوبين. يعني عندنا زي ما التعليم الديني عنده ورقة والمدارس الإنجليزية عندها، ونحن في ورقة اسمها مدارس الموهوبين، ومجموع 340 ما 280، لأنه عنده مواد زايدة. أيوة يعني زول اللي بيمتحن في تامن في المدرسة العامة بيمتحن 280 من 8 مواد، نحن عنده 10 مواد. طيب معلش أستاذة نجلاء، لكن الحاجة دي ما مشاعة، أو مثلا لما نجي نحضر المؤتمر الختامي بتاع طلاب الشهادة السودانية الأساس، ما بسمع مثلا مدارس الموهوبين، ما بسمع إنها حاجة مختلفة، ما مشاع بين الناس إنه في مدارس للموهوبين او حتى أو تحصيل خاص، أيوة نتيجه أيوة خاصه تحصيل خاص او نتيجه طيب مختلفه. هو طبعا هسه انا كلام من الاول قلت لك فيه، انا ما بقول الظلم، لكن في مشكله اعلاميه بالنسبه لنا. فالاعلام واحد بصراحه، في عشان تعمل لروحك اعلام داير قروش. نعم ايوه. فنحن الاعلام بيكون بالشيء المتاح، عشان كده ما كل الناس عارفين الموهوبين. لسنين عديده من امتحانه من 2010 كان بيوزع في المؤتمر بتاع تامن نتيجة الموهوبين زي ما بيزاع التعليم الديني. من 2000 يعني سنتين قبل الشهادة دي والقبلها ما زاعوهم مدرسة الموهوبين، وهي كمان تعرضت لهجوم كان شديد وجمدت لسنة. يعني إحنا حتى السنة دي الترشيح والله سبب وضع البلد السياسي، والمشكلة إحنا دائما في حاجات بتتأخذ من غير دراسات علمية، قرارات ما عندها أساس وكذا. فكان السنة اللي فاتت يعني جمد القبول للمدارس، والعام أتيح لنا إنه بعد يعني قدرنا تاني نرجع الثقة بالنسبة للناس المسؤولين في الوزارة. السنة دي ترشيح لرابع ولثالث، حنقبل الدفعة المجمدة ونقبل الدفعة الجديدة إن شاء الله.
في الترشيح اللي هو الامتحان اللي يوم 19 ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. طيب نذكر ثاني، احنا يبدو نورهان احنا على الختام صحيح. أيوة. نذكر الساده المشاهدين الامتحان حيكون بيتين، الورقه أيوة. ذاته ممكن تاخذها من وين؟ اخيرا يعني تفضل. أيوة. طيب اي زول عنده رغبه انه طفله يتلقى تعليم نوعي جيد مختلف لازم يلحقوا مدارس الموهوب، لانه انا بعتبر اذا فاتته الفرصه هي فرصه يعني ظلم لطفلك. نعم. الاستماره موجوده في كل مدرسه في المحليات، اذا ما تحصلت عليها تجي مدارس الموهبه والتميز اللي هي في مدرمان في حي العمده جنوب مكه للعيون، في الضناقل الشمال في بحري جنب مركز السكري، وفي الخرطوم في الديم في عبد الحماد مسجد عبد الحماد، برضو المركز الاداره بتاعت الهيئه اللي هي شمال مسجد النور في كافوري والد. تاخذ الاستماره والامتحان ان شاء الله يوم 19 مارس باذن الله ان شاء الله وبالتوفيق. ونحن استاذ نجلاء نعتذر نيابه يعني على كل ما يمكن انه نحن كنا مقصرين في موضوع الاعلام في انه نحن نصدر مثل هكذا مدارس تستحق الموهوبين الرعايه ويستحقوا انه نحن نتبناهم، وتستحق زي ما قلتي انت المواهب ان نحن نكشفها للعالم كله ونكشف عنها النقاب. وحقيقي ده موضوع مهم، وان شاء الله يا رب يعني نقدر من خلال سواء كان قناة النيل الأزرق أو كل منابر الإعلام إنه نسلط الضوء على هكذا مدارس وهكذا أنشطة مختلفة. أنا بشكرك جدا الأستاذة نجلاء التجاني أم بكول مديرة التدريب في المجلس القومي لرعاية الموهوب. شكرا لكم وما قصرتوا، وأتمنى إنه يكون في إضاءات وإضاءات على الموهوبين، وتسلم إن شاء الله. نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان، نشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.